يعطيكم العافية شباب وصبايا، بنشتغل فيزيكس هلا. هنكفي بالتشابتر 2 اللي هو ريزيستورز، بدنا نشتغل اكسترا اكسرسايز 3 ريزيستورز افكت. عم بيقول لي كونسيدر ذا فولوينج دياجرام ذات ريبريزنت ا ريزيستور ار 1 اوف ريزيستنس ار 1 ايكوالز 30 اوم connected in series with a lamp of indication 6 volt across a dry cell of 12 volt constant voltage. عندنا هيدا الدياجرام مثل ما شايفين هون، هذا الدياجرام في بقلبه دراي سيل الفولتج اللي لها 12 فولت، الريزيستور ار 1 الريزيستنس اللي له 30 اوم، وعندنا لامب الريتد فولتج اللي لها هو 6 فولت، يعني هي بحاجه ل 6 فولت لحتى يكون في عندها فانكشنينج نورمالي. طيب عم بيقول لي بالبارت 1 كالكوليت يو 1 ذا فولتج اكروس ذا ريزيستور وين ذا لامب فانكشنز نورمال. لامب فانكشنز نورمالي يعني هي عم يوصل لها 6 فولت من الدراي سيل. نحن بدنا نحسب الفولتج تاع الريزيستور اكروس ذا ريزيستور، مثل ما شايفين الكونكشن اللي لهم هن ان سيريس، وهو كان ذكر لي انه هن ان سيريس. اول شغله حنحطها بدنا نحط الجيف اللي معنا اياهم، يعطيني اياهم اللي هن الريزيستور الريزيستنس للريزيستور ار 1. هون عم نشتغل اكسترا اكسرسايز 3. اول شيء الريزيستور ريزيستنس ار 1 ايكوال 30 اوم، الفولتج للدراي سيل يو ايكوال 12 فولت، الفولتج لللامب نسميها U2 equal 6 فولت. بالبارت 1 عم بيطلب مني احسب U1 اللي هي فولتج اكروس ذا ريزيستور. بما انه ان سيريس بنقول له U equal اللي هي الفولتج تاع الدراي سيل equal U1 plus U2 لانه سيريس، عندنا سيريس كونكشن. اليو عندنا اياها 12 فولت ايكوال يو 1 اللي بدنا نحسبها بلس اليو 2 اللي هي 6 فولت، ذيرفور اليو 1 صارت 12 ماينس 6 ايكوال 6 فولت. هيك بنكون حسبنا الفولتج اكروس ذا ريزيستور ار 1. وانتبه هون انه نحن قدرنا نشتغل هذا الشغل ونعتبر الـ U2 انه هي 6 فولت اللي هي rated voltage of lamp، لانه قال لي الـ lamp functioning normally عم تشتغل بشكل طبيعي، عم تشتغل بشكل طبيعي يعني عم يوصل لها 6 فولت. part 2 بالبارت 2 عم بيقول لي deduce the value I of the current traversing the circuit. Value I لل current traversing the circuit. طيب هون الايميج تعيد الفولت او الكارنت حبين عندنا بالريزيستور، على الريزيستور. بالنسبه للريزيستور نحن معنا ريزيستنس اللي له معنا الفولتج اكروس ذا ريزيستور اكروس ذا ذم، بنقدر من خلال هاي من خلال الجيف اللي عندنا اياه هون نقدر نحسب نستخدم اومز لو. نقول له using أول شيء ohms law عنا U1 equal R1 times I1. من خلال هاي الـ ohms law رح نقدر نحسب الـ I1. الـ I1 إذا ما جينا ونحط المثلث هون عنا U وهون I1 وهون R1، نحن ما نحسب الـ I1 تطلع U على R1، U1 على R1 equal ال U1 عندنا هي 6 فولت على R1 اللي هي 30 ohm equal 6 divided by 30 بيطلع 1 over 5 يعني 0.2 امبير. I1 equal 0.2 امبير. طيب نحن ما نجيب الفولتج او الكارنت تاع الترافيرزينج سيركوي، عندنا I equal I1 equal I2 equal 0.2 امبير لانهم كونكشن او سيريس كونكشن. بما انهم ان سيريس يعني عندنا لو اوف يونيكنس اوف كارنت.
هاي بالنسبة للبارت 2. هلا بدنا نحل البارت 3. عم بقول لي بالبارت 3 calculate R2 the resistance of the lamp، ما نحسب الـ R2 اللي هو الريزيستنس لللامب. طيب هلا نحن صار معنا الكرنت، نحن نعتبر انه هاي اللامب بتشتغل على مبدا الريزيستنس، في بقلبها شريط تنجستن من جوا، هذا الشريط هو اللي بياخذ الالكتريسيتي وبحولها ل لايت. معنى الفولتج U2 ومعنى الكرنت اللي هو I2 اللي بيساوي 0.2 أمبير، بنقدر نجيب الريزيستنس باستخدام أومس لو. كمان يوزنج أومس لو عندنا U2 equal R2 times I2، therefore كمان بالمثلث I2 بيطلع عندنا إياه هي U2 على R2، أو نحن بدنا نحسب هون الـ R2، R2 equal U2 على I2 equal الـ U2 عنا يعني 6 فولت على I2 اللي هي 0.2 equal 6 divided by 0.2 equal to 30 ohm، يعني R2 equal 30 ohm. طلع عنا الـ R2 equal 30 ohm، هاي ده بالبارت 3. هلا بالبارت 4 عم بيقول لي we replace the resistor R1 by another resistor R'1 equal 60 ohm. غيرنا الريزيستور R1 وحطينا محله R'1 equal 60 ohm. كبرنا. Calculate the equivalent resistance R' of R'1 and R2. بالبارت 1 بالبارت A من نجيب الإكويفالنت ريزيستنس، بما إنهم هني in series مثل ما شفنا بالدياجرام، يعني R equivalent رح سميها RE، أو هو مسمي لي إياها R prime equal R1 prime plus R2. R2 30 ohm، ال R1 prime أعطاني إياها given 60، يعني 60 plus 30 equal 90 ohm. هيك بنكون حسبنا ال R prime اللي هي 90 ohm، يعني كأنه أنا صرنا حاطين هلا الدياجرام صار عندنا إياه هون، بدل اللمبة والريزيستنس صار في عنا R prime موصول على درايسل بهذا الشكل، صار عنا يا الدياجرام الجديد. خلينا نشوف البارت B شو مطلوب مننا. Calculate I prime the new value of the current in the circuit. طيب ال I prime هو ال new value of the current in the circuit. في شغلة ما ننتبه لها انه نحنا ضروري نحط الدياجرام الجديد اللي بده يصير عنا اياه لحتى نقدر نشتغل على القاعدات الجديد، على الشغل الجديد، او نشوف حالنا لوين وصلنا وشو بنقدر نستفيد. بس هون في شغله انه برجع بعيد انه اللامب هي عباره في اعتبارها ريزيستنس او ريزيستور، لانه هي مبدا الشغل اللي لها في بقلبها تانجستن. التانجستن هو عباره احد المعادن بفوت عليه الكرنت او الالكتريسيتي، الالكتريسيتي هو بخففها ببطئها للالكتريسيتي، ببطئ الفلو اللي لها، بخفف الفلو وبحولها من بحول الانرجي من الكتريسيتي للايت. يعني فيني انا اشيله واعمله ايكوفالنت ريزيستنس وشيل وحط محله، شيل اللامب وحط محله ريزيستنس. اي برايم من نجيبها، هنشتغل على الار برايم الايكوفالنت ريزيستنس واومز لو يوزنج اومز لو. وهون رح نشتغل على الفولتج، بما انه عندي R برايم بس، يعني الفولتج للدرايسل هو ذاته الفولتج للR برايم اللي هو 12 فولت. عندنا U equal R برايم times I برايم، therefore الI برايم equal U over R برايم equal 12 over 60 equal over 90 equal هلا 12 over 90 equal to 0 تقريبا 0.13 امبير. مثل ما شايفين كبرنا one of the resistor، the resistance of one of the resistor صغر مقابلة الكرنت. هاي البارت بي. هلا البارت سي، بالبارت سي عم بيقول لي calculate the new voltage U prime 2 and describe its brightness. ال U prime 2 هي الفولتج لللامب 2، ما نحسبها ونشوف البرايتنس اللي لها كيف بيكون لللامب. طيب
0.13 امبير، صار عندنا الكرنت 0.13 امبير. هلا فينا نستخدم هون على نشتغل على اللو اوف اديشن اوف فولتج، وفينا نشتغل على الكرنت على الاومس لو مثل ما قلنا، لانه اعتبرنا انه اللامب ال هي عباره عن ريزيستنس او ريزيستور. يوزنج اومس لو اليو ايكوال، عندنا الار او اليو برايم 2 ايكوال ار 2، بقيت ثابته مثل ما هي ما رح تتغير، لانه هي شيء خاصه بالمعدن. الريزيستنس للريزيستور هي بتتعلق، هي قيمه ثابته خاصه بالمعدن تاع الريزيستور اللي هي المعدن تاع اللمبه هون، ار 2 تايمز اي برايم. نحن لما نجيبه هو اليو برايم 2 ايكوال ار 2 هي 30 ام كنا حاسبينها، تايمز الاي برايم 2 اللي هي 0.13، بصير في عنا 3.9 فولت. هاي ال 3.9 فولت او اليو برايم 2 ايكوال 3.9 فولت هي اصغر من الريتد فولتج تاع اللامب، اصغر من يو 2 اللي هي الريتد ايكوال 6 فولت ريتد فولتج of the lamp. بما ان اصغر so او then the lamp glow او shine او glow poorly، بتضوي بشكل خفيف بشكل فقير. هاي البارتي خلينا نشوف دي deduce the effect of increasing the resistance in a series circuit. الافكت لل increasing of resistance of in series circuit انه الفولتج صغر والكرنت صغر. The effect of increasing the resistance in a series circuit is decreasing the current. صغر الكرنت ما بيلو صغر الفولتج اللي عندنا اياه اللي عم يوصل على، او بكفي نقول انه decreasing of current. هذا كان الاكسترا اكسرسايز 3.